عقبات كبيرة بانتظار الحكومة الليبية، من شأنها أن تعرقل مهامها في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية بعد الهجوم الحاد الذي شنه أحمد المسماري الناطق باسم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على عبد الحميد دبيبة، لتعيينه مؤخرا محمد الحداد رئيسا للأركان في المنطقة الغربية. وبالنسبة لهذا التصريح في هذا الوقت له دلالات معينة بأن حفتر سوف يعرقل توحيد المؤسسة العسكرية إلا إذا ما تم التوحيد تحت إشرافه بناء على رغبته وكيف ما يرغب هو. وهناك تصريح أيضا في السابق للمسماري قال فيه أن توحيد المؤسسة العسكرية لن يتم إلا بعد الانتخابات، وهذا يعني أنه سوف ينتظر نتائج الانتخابات، إذا كانت لصالحه فسوف يوحدها، وإن لم تكن فسوف يدخل في حرب جديدة بالقوات التي تخضع لإمرته. وهذه التصريحات كلها بمثابة مؤشرات خطيرة تضع الحكومة أو السلطة الجديدة في محك. بلغة التهديد والوعيد انتقد أحمد المسماري في خطابه حضور دبيبة احتفالا في مصراتة بتخرج دفعة ضباط، قائلا: للصبر حدود، فنحن قوة عسكرية لا يمكن الاستهانة بها. تصريحات اعتبرها البعض استفزاز لحكومة الوحدة الوطنية. بالنسبة للحفل التخرج الذي انتقده المسماري الناطق باسم حفتر، كان تخرجا واحتفالا وفق القانون، وكانت المنصة يتواجد فيها شكل الدولة من مجلس أعلى، من مجلس رئاسي، ومن رئيس الحكومة الذي يحمل أيضا صفة وزير الدفاع ورئيس الأركان الشرعي وهو الحداد. ولكن هو كان يقصد أمرين: الأمر الأول عدم حضور رئيس الحكومة السيد دبيبة والمجلس الرئاسي لاحتفال الذي أقيم في مدينة بنغازي، وحضر بينما حضروا الدفعات التي أو الاحتفالات التي تم تخريجها في طرابلس وفي مصراتة. تعيين دبيبة لمحمد الحداد رئيسا للأركان جاء بالتزامن مع قرار أصدره المشير خليفة حفتر بترقية أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 10 إلى رتبة فريق بشكل استثنائي.